مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم. حلقة جديدة من برنامجنا ستات دوت كوم. طبعا احنا عارفين ان الاسرة هي احد نواة المجتمع، اذا صلح المجتمع باكمله. اما اذا حدث خلل في احد طرف من اطرافه بيحدث خلل في المجتمع كله. بصراحة بعد الحلقة اللي فاتت جات لي مشاكل كتير على صفحتنا على الفيسبوك. انا جوزي عنيد، انا جوزي دكتاتور، انا جوزي عصبي. دي كلها مشاكل نقدر نحلها ونقدر نتعامل معاها، لكن في حاجات بتبقى استفزازية. يعني مثلا انا جوزي بيحب اهله، طب سوري ما يحب اهله. انا جوزي ما بيفتكرش عيد ميلادي، طب ما هو حضرتك ما بيفتكرش عيد ميلادك، ما بيفتكرش عيد جوازك. احنا عندنا كام عيد؟ عيد زواج، عيد ميلاد، عيد الام. هو مشغول بحاجات تانية برضو. يعني احنا برضو لازم نقدر ضغوطات الحياة اللي الزوج برضو بيعيشها. بيفكر في مصاريف مدارس الاولاد، بيفكر الاسرة اللي مسؤولة منه، بيفكر عليه التزامات. فدي بصراحة الرسائل الاستفزازية اللي احنا بنشوفها. لكن زوج عصبي، زوج عنيد، زوج ديكتاتور، كل دي نقدر نتعامل معاه. ايه هو اللي ما نقدرش نتعامل معاه؟ وايه هو اللي هنا ساعتها بنقول لا، يجب هنا انتهاء العلاقه الزوجيه بين الزوجين؟ الزوج السيكوباتي. ايه هو الزوج السيكوباتي ده؟ وهل يا ترى نقدر نتعايش معاه ولا لا؟ وطرق التعامل مع الزوج السيكوباتي ايه؟ كل ده احنا هنعرفه مع ضيفي اللي منورنا النهارده في الاستوديو، استاذ مدحت رمزي، مدرب علوم تنميه ذاتيه. اهلا بيك استاذ مدحت. اهلا وسهلا بيك. بشكرك لتشريفك لينا يا استاذ مدحت. ربنا يخليك يا فندم. اي بنت بتبقى نفسها تتجوز اكيد، وطبعا بتبقى نفسها تبني بيت وتعمل اسره، والتسرع ده على طول بيوقعنا في اختيارات خاطئه. احنا في بدايه كلامنا عايزين نعرف ايه هو الزوج السيكوباتي. مع حضرتك اتفضل. مبدئيا قبل ما نعرف الزوج السيكوباتي احنا لازم نقسمها نصين، ايه هو الزوج وايه هو السيكوباتي. الزوج اكيد معروف، معروف الشكل بتاعه، معروف الهيئه بتاعته، معروف الشروط بتاعته، معروف ان طالما هيبقى زوج لازم يبقى فيه شروط قبل كده للزواج، سواء للطرف الراجل او الست او الذكر او الانثى، ان يبقى فيه قبول وفيه اشهار قبل كده. كمان المفروض فيه توافق فكري، فده موضوع الزوج. طالما صنفت نفسي كزوج يبقى لازم اتحط تحت الشروط دي وابقى مؤهل ليها. معنى كلمه سايكوباتي اصلا هو بيسموه في علم النفس الاعتلال النفسي، او بمعنى ادق اضطراب الشخصيه المعاديه للمجتمع. فعندنا شخصية معادية للمجتمع، سلوكه دايما حاد، بيتعامل بشكل مش لائق مع المجتمع، بشكل دايما فيه عدائية، دايما فيه هجوم طول الوقت. ما بالك بقى لو زاد عليه ان المعاداة دي طول الوقت بيبقى فيها كمان اضطراب. فاضطراب الشخصية المعادية باختصار هي سايكوباتي. طب الزوجة هنا تقدر تتعامل معي؟ يعني احنا عايزين نعرف في البداية اعراضه ايه، يعني ازاي انا اعرف ان زوجي سايكوباتي؟ لو رجعنا لفكرة إنه شخص معادي، فلو معادي طول الوقت خلاص أنا عرفت أصنفه بتقدير تاني أو بشكل تاني أو بهيئة تانية، ولكن عنده اضطراب طول الوقت، فهي دي الخطورة وهي دي المشكلة. المشكلة بمنتهى البساطة إنه بيبقى راكب أكتر من شخصية طول الوقت، وده اللي بيسبب له طبعا اضطراب طول الوقت. أنا بتعامل بشكل رسمي، بتعامل بشكل اجتماعي سليم على قد ما أقدر طول الوقت مع الأشخاص الغريبة والبعيدة عني. باجي كل ما اقرب لشخص قريب مني فاهمني وفاهمه، بيبتدي الشخصيه اللي بيسميها الاعتلال، ان انا دايما معتل. معتل يعني ايه؟ يعني عندي نفسيتي دايما راكب دماغي بمعنى ادق. فكل ما كان الشخصيه قريبه مني كل ما كان الشخص اضعف مني. لو قلنا ان انا تصنيفي كزوج ومصنف كسايكوباتي، بتعامل مع الزوج الزوجه، بتعامل مع الاولاد، بتعامل مع القريبين مني اللي صفاتهم اضعف مني دايما بشكل مضطرب. دايما بعمل اللي بيرضيني طول الوقت وبيحسسني اني وانا مسيطر طول الوقت على العلاقه اللي بيني وبين الشخص الاضعف مني، فانا في وضع الفائز. لو صنفناه بشكل قريب جدا عشان الجمهور او الساده المشاهدين يعرفوا الشكل الاقرب للشكل السيكوباتي او الزوج السيكوباتي، ممكن نقول شخصيه السيد. شخصية السيد كان شخصية سوية جدا اللي كانت في السينما المصرية. شخصية السيد هي بره مع أصدقائه، مع زمايله، مع جيرانه، مع زباينه، كان شخصية جميلة جدا وجميل وحلوة، وكان المحيطين حواليه طول الوقت بيحبوا يقعدوا يتعاملوا معاه.
تعالوا نشوف الشخصية دي بمجرد ما يخش البيت عنده شخصية أضعف بكتير، وكل طول الوقت وكل يوم يضغط عليها بشكل أكبر لدرجة إنها بقت تحت طوعه وبقت أسيرة ليه حرفيا. يعني يحب السيطرة، يعني هو يتلذذ بحياته الخارجية بره، لكن في البيت يحب يسيطر، يحب يحب يسيطر بلا هدف، يسيطر بهدف إنه يديله إشباع بإنه طول الوقت مسيطر حتى لو ما عندوش أهداف للسيطرة. أنا ممكن أسيطر على أولادي علشان أقيهم شر شيء، أو عشان أوجههم لشيء، أو عشان أرشدهم لشيء، إنما أسيطر للسيطرة هو ده اللي بيحدد أو بيزود عندي فكرة الاضطراب طب أو الاعتلال هنكمل النفسي. بعد إذنك، بعد ناخد إيناس من الجيزة. ألو، مساء الخير مساء الخير يا فندم، أهلا أستاذة منى، بيك، ازيك؟ أهلا بيك يا فندم. ممكن أقدر أعمل مداخلة؟ أوي أوي، تحت أمرك، اتفضل. هو أنا بس بعد إذنك حابة أسأل الدكتور بس على حاجة يعني خاصة بزوجي، إني أنا بس ما فيش بيني وبينه أي تفاهم، تمام. على طول عنيف، على طول بيتوتر، على طول بيزعق، أول ما يدخل من الباب يزعق يزعق كده، يعني مش اقدر عارفة أتفاهم اسالها؟ معاه. طب اتفضل طيب حضرتك. حضرتك طب أستاذ مدحت، متجوزة، معلش حضرتك، حضرتك متزوجة بقى لك كام سنة؟ 12 سنة ما شاء ومعايا الله. منه 4 أولاد. طيب الظواهر اللي ظهرت عليه اللي حضرتك بتشتكي منها دلوقتي بقى لها كام سنة؟ يعني بقالها يعني حوالي مثلا 4 سنين. 4 سنين. في ظروف اتغيرت في حياتكم سواء الزوجية أو أنا المجتمع؟ يعني أنا هي كل مشكلتي تنحصر في حاجة واحدة بس، تمام. صوته عالي أول ما بيدخل من الباب، صوته عالي وما فيش أي تفاهم، هو مش عايز حد يتكلم معاه، هو بس اللي يزعق، هو يعمل، هو كده، أنا فعلا مش عارفة أتفاهم معاه، طيب قبل فحابة الأربع بس سنين أشوف. تمام، اتفضل. قبل ال4 سنين كان بنفس الشخصية دي؟ لا طيب تقدري تقولي لي ايه اللي اتغير وخلاه بقى صوته عالي، بقى مندفع، بقى متعصب ما عليكي؟ اعرفش، هل احنا زي ما غير احنا، احنا هل زي غير ما احنا، شغله؟ هل حياتنا زي ما هي، ما فيش حل. طب انا بس عايزه اسال الدكتور سؤال، هو ممكن لو هي ظروف الشغل هو ما يعرفش يفصل بين الشغل وبين البيت، لو ايه؟ نفسي يفصل بين الشغل وبين البيت، بتقول، بتسأل حضرتك لو هي ظروف شغل مش المفروض الزوج يفصل بين الشغل وبين البيت؟ يعني اولاده مالهم يجي يزعق ويضرب ويشخط وينطر ليه؟ طب بشكرك ايناس، بس بشكرك ايناس، واستاذ مدحت هيجاوب على حضرتك. فعلا هي قالت حاجه مهمه قوي، ليه الزوج عنده ضغوط بره في الشغل، واحنا عارفين برضو بيبقى عليه ضغوط اقتصادية، مصاريف مدارس الأولاد، عنده أي مشاكل اتعرض ليها في شغله، بس برضو الزوجة متعرضة لمشاكل داخل المنزل، بتتعامل مع الأولاد، بتشوف طلبات البيت، لازم البيت يبقى مرتب، لازم جوزي يجي يلاقي حاجات مظبوطة معينة في البيت، الغداء جاهز، الحاجة، ليه ما بيراعيش ده؟ يعني ليه أغلب الأزواج يقولوا لا إن احنا قاعدين مرتاحين، انت بتعملي ايه طول النهار؟ الكلام ده لو صفة عنده من البداية. أنا تعمدت أسألها متزوجة بقالها كام سنة؟ قالت 12 سنة. 12 السلوك ده طرأ عليه من إمتى؟ قالت من 4 سنين. طبيعي إنه مش هيتغير من 12 سنة في ال8 سنين الأولانيين، وبعد كده اتغير ال4 سنين التانيين إلا إذا كان في عوامل خارجية أثرت عليه. كنت حابب أسألها هو بيشتغل كام ساعة في اليوم؟ هل طبيعة عمله اتغيرت في الفترة دي ولا لأ؟ هل لما حب يسد المعايش او يسد الاحتياجات بتاعه بيته، وخصوصا ان هو عنده 4 سنين، قد يكون من ضمن الحاجات اللي زادت عليهم الفتره اللي فاتت طفل عمره 4 سنين، فاصبح العبء بدل ما كانوا 3 اطفال وزوج وزوجه بقوا 4 اطفال وزوج وزوجه. كل الحيثيات دي لازم تتحط في الاعتبار. طيب هل الشخص ده لما رجع للبيت وبقى متعصب، هل لما كان بيشتغل الصبح هل هتزود دخله، حاول يزود دخله ان هو يشتغل شغلانه بعد الظهر ولا لا؟ في شويه تفاصيل بتبين اذا كان الشخص ده مضطرب اضطراب دائم ولا ولا دي نتيجه حاجة حدوث جدت الحدث. عليه نتيجة مثلا ظروف بالظبط اقتصادية بيمر بالظبط. بيها، عليه ديون مثلا، عليه حاجة عاوز يسددها، بس نفصل يعني ما ليه هي احنا؟ الفكره انه هل الضغط لما اتضغط عليه هو وهي شاركت معاه الضغط هي اللي مستحملتش الاول ولا هو؟ طيب معانا استاذ عبد السلام من مرسى مطروح. الو، السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمه السلام الله ورحمه الله وبركاته، اهلا وبركاته. بك يا فندم. اهلا بك حضرتك يا فندم. بعد اذنك بالنسبه للدكتور هو بيتكلم يقول الراجل السيكولوجي او الراجل اللي السايكوباتي يا فندم، السايكوباتي المسيطر اللي انت بتقول عليه، ايوه يا هل فندم. مش في مرأة مسيطره؟ في يا فندم. ايوه، ما احنا عايزين نتكلم على يعني انتوا ليه ماسكين هنتكلم عن الراجل المرأة والراجل ماسكين المسيطرة. كل حاجه، ما تخلوا المرأة شويه يعني نتكلم عن المرأة المسيطرة. حاضر، هنتكلم عن المرأة المسيطرة. حاضر. بشكرك أستاذ عبد السلام من مرسى مطروح. إحنا مش ضد الرجل،
ولكن في ستات كتير مقهورة، في ستات كتير بتجيلنا شكاوي من ناس كتير بتقول لا انا هتطلق، انا خلاص انا فاض بيا، انا بقالي سنين كتير معاه. على الجانب التاني في ستات ايوه مسيطرة، واحنا برضو استاذ مدحت معانا هيجاوب على حضرتك، اتفضل. طول ما في طرفين في البيت قرروا ان هم يعملوا شركة اسمها زواج، ليها شروط وليها اساسيات وليها امكانيات وليها نتائج، ومفيش اتفاق، اصبح ان لازم يبقى في سيد وفي عبد. مين اللي هيختار ان يبقى السيد ومين اللي هيختار يبقى العبد؟ على فكرة هم بيبقوا متفقين مع بعض اتفاق ضمني، حتى لو مش واخدين بالهم، ان واحد هيمسك الدفة وواحد هيبقى مجرد انه تابع، واحد هيبقى القبطان وواحد هيبقى المساعد بتاعه. فكرة ان لما الدنيا تمشي شوية مع العلاقة المتناغمة دي ويبتدي الدنيا تبعد شوية نتيجة ضغوط حياة حد استحملها وحد لأ، ساعتها يبتدي يظهر الضجر بفكرة انه عايش لدور السيد في البيت، او الراجل يبتدي يتجر ويبتدي يكلم اصحابه او زويه او اي حد بيفضفض معاه ويقول دي ست السيد في البيت. هي الفكرة كلها انه هو حضرتك ليه قبلت انها تكون مسيطرة مع ان في الاساس القوامة اصلا للرجل، القوامة للرجل داخليا داخل البيت، لكن لما بتبقى الست بتشتغل بره هو القوامة بيبقى في البيت، لكن بره احنا كلنا بنتعرض لظروف الحياة. هل يحق للزوج السيطرة على عملها على تعاملها مع الناس مفيش حق خارجية؟ مطلق الا اذا كان في اتفاق. حتى فكرة اني متضايق انها بتسيطر عليا فثق تماما ان هو اتفاق ضمني تفويض مني لانها تمسك هي الدفه. ليه؟ لانها اتصرفت في حاجتي، اتصرفت في شغلي انا، اتصرفت في اللي المفروض ان انا كنت اعمله. ففكره انها خدت مني الدفه واتفاجئت ان انا المسيطر عليه وهي المسيطره، لا، هو اتفاق ضمني من حضرتك بدون ان تشعر على مر الوقت ان هي بقت ست السيد وحضرتك بقيت مجرد زوج. طيب مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل في موضوع حلقتنا اللي جات لنا رسائل كتير عليه، الزوج المسيطر او الزوج اللي بيطلقوا عليه علماء النفس دلوقتي الزوج السيكوباتي، بيطلقوا عليه اللي بيلحق ضرر بنفسه وبالاخرين. يعني هو على طول شايف نفسه صح، على طول ما بيغلطش، على طول ينتقد، ينتقد على طول باستمرار سواء الزوجة أو أي حد يشوفه. فأنا هرجع تاني لأستاذ مدحت، إزاي الزوجة تقدر تتعايش مع هذا النوع من الزوج أو طبيعة هذا الزوج؟ لأن طبعا إحنا مش بنؤيد الطلاق وهدم البيت. هل في طريقة تقدر تتعايش بيها الزوجة مع الزوج السيكوباتي؟ فكرة إني أتعامل مع شخص قدامي حتى لو زوجي أو ابني أو أخويا أو أي حد قريب مني بفكرة إني شفت عليه اضطرابات بشكل معين أو اضطرابات شخصية أو نفسية بشكل معين ما كانتش فيه وبقت فيه، محتاج إن أنا أعاير ده وإن أنا أخليه أدي لنفس الوقت إني أقرر أنا بتعامل مع مين وتحت أنهي شخصية. ده رقم واحد. رقم اتنين، مدى اهتمامي بالتعامل مع الشخص ده هو اللي هيقر بطريقة التعامل معاه حرفيًا. فلو أقرينا إن الزوجة مهتمة بزوجها وعايزة تعيش معاه وعايزة تحافظ على الأولاد و و و وأقرت سواء عن طريق بحثها هي أو هو اعترف أو راحوا لحد مختص وإنه بقى سايكوباتي، وسايكوباتي زي ما قلنا هو فكرة إنه مضطرب بشكل نفسي أو شخصية معادية طول الوقت. طيب أنا عايز أحافظ عليه لأني شايفة إن هو طالما مضطرب أنا هساعده وهساعد نفسي معاه لحد ما أطلع بيه لبر الأمان. من صفات الشخصية السيكوباتية أو الشخصية المضطربة في إنها بتعادي الشخص اللي قدامها سواء قريب أو بعيد، إنه دايما بيتعامل مع الشخص بلا مبالاة. عنده فكرة إنه أولا عنده مشكلة إنه لما بيجي يتعامل مع شخص قريب منه هو بيشيل حتة الحب وبيحط مكانها حتة الضمان، وطالما أنا ضمنت الشخص اللي قدامي أقدر أضغط عليه طول الوقت زي ما أنا عايز. ففكرة إظهار الضعف للشخصية السيكوباتية بيزيد من سيطرته عليا، فبحاول طول الوقت انا الشخص المجاور او اللي بتعامل مع الشخص السيكوباتي اني اتعامل معاه بهدوء اكتر، اتعامل معاه بتوازن نفسي اكتر، ازاي بقى؟ اكسر توقعاته لما يجي يلقي عليا الضوء في شيء او يسقط عليا حاجه، علشان هو عارف اني هرد عليه بالشكل اللي هيمسكني عليه ويبتدي يعلي معايا لغه الحوار وتبقى قصه اختلاف او خلاف. فدايما حاول اكسر ان انا اكسر توقعاته. ده بستمر عليه ازاي؟ اني ببقى عارف من الاول ان انا بلعب معاه، او بمعنى ادق داخل معاه في طور علاجي،
انا بتعامل معاك، انا عرفت درست عنك جوانب الشخصيه بتاعتك وعارف ان انت متوقع توقعاتي او متوقع تصرفاتي، فبمجرد ما ابقى عارفه ان انت شخص سايكوباتي او شخص معادي مش هديك الفرصه ان انت تسيطر، مش هديك الفرصه ان انت تزنقني في حته وتبتدي ذكاء تتكلم. الزوجه هنا ايه؟ مدى يعني تكملة اهتمامها الحياة وحبها. الزوجية. طبعا احنا حضرتك عارف نسبة الطلاق زادت واحنا مش بنؤيد الطلاق خالص، يعني سهل قوي ان احنا نهدم بيت لكن صعب قوي ان احنا نبني بيت. الزوجة هنا تمر بيه لبر الامان ازاي؟ على مدى حبها ليه ومدى انها تقدر تستمر انها تعيش معاه وتتعايش معاه وتتكيف على الوضع لحد ما تخرج معاه لبر الامان، لانها تقدر تبعت له رسائل ضمنيه طول الوقت ما تخافش انا عارفه انا حاسه بيك انا هتعامل معاك انا معاك. انا معاك ماشي اوكي، بس هل ممكن تكون معاه اذا يعني اذا هو مثلا تعامل مع الاخرين خطأ اوكي ماشي، لكن داخل العلاقة الزوجية مع اولادها معاها اذا الضرر ده لحق بيهم تقدر ساعتها تقول له انا انا معاك؟ عايز اقول لك بس انا الاول ان اقصد من الشخص ده هل الزوجة هنا تقدر تكمل مع هذا النوع من الزوج؟ الموضوع نسبي، لان فكره السايكوباتيه اصلا هي عباره عن درجات، وخلينا نصحح بس في الامر ان الشخصيه السايكوباتيه مع الاخرين مع الناس البعيده شخص سوي جدا، لانه بيحاول طول الوقت ان هو يخفي الاضطرابات اللي عنده، فبيبقى كانه عنده ازدواج لشخصيه واثنين وثلاثه واربعه، بيظهر على طبيعته المضطربة اللي بيسيب نفسه فيها ويقدر يتنقل من شخصية لشخصية مع الشخص القريب منه. فمع الشخص مع الشخص السايكوباتي مع الحد البعيد أو الآخرين أو زمايله في الشغل و و و بيتعامل بمنتهى الرسمية، بل بالعكس بيبقى قليل التحدث، وعايز أقول لك كمان إنه مستوى ذكائه قد يعلى شوية. ذكي جدا، بالظبط ذكي جدا في إلحاق الضرر بالآخرين. ده حقيقي، ده حقيقي، دي وعنده حقيقة. حتة انه بمجرد ما شاف اللي قدامه ضعيف يبتدي يسيطر عليه بفكرة التدفيه من اموره، الاستعلاء عليه، فكرة اني ابتدي اخد نقط ضعفه واشتغل عليها واضغط عليه بيها. حضرتك هنا ناقشت نقطة مهمة جدا، إذا ضعف الزوجة مع الرجل السيكوباتي ده بيضرها هي، بالظبط بيزيد سيطرته عليها، بيزيد لذلك سيطرة. رقم عرف واحد نقطة ضعفها ايه، عرف يتحكم فيها ازاي، عرف كل بالظبط. عشان كده ببتدي اقول انا مهتمه بزوجي انا بحبه، الذكاء الفطري للانثى هيظهر بفكره ان اتعامل معاه بمرونه. اتعامل معاه بمرونه ازاي؟ ابقى عندي استعداد طول الوقت وانا بتعامل معاه اكسر توقعاته. طب نكمل طريقة التعايش مع الزوج السيكوباتي بعد ما ناخد معانا أستاذة نور السبكي استشاري أسري وتربوي. أهلا بيكي أستاذة نور. ألو، أهلا السلام بيكي. عليكم. وعليكم وعليكم السلام. أهلا السلام ورحمة بيكي الله يا فندم. وبركاته. أهلا بيكي يا أستاذة منى، ومرحب بيكي وبالمشاهدين الكرام وبضيف حضرتك في البرنامج الأستاذ مدحت. أهلا وسهلا. تشرفت بيكو جدا. أنا عايزة أضيف بس إضافة بسيطة جدا لو تسمحي لي. اتفضلي. انا عايز ليا راي في موضوع الزوج السايكوباتي. هو في فرق ما بين الزوج اللي ممكن يكون عصبي شويه في بيته اوكي، وما بين زوج سايكوباتي او السايكوباتيه ممكن توصل لمرحله الساديه في المعامله. تمام. فاحنا عايزين نقول من البدايه خالص عشان ما نوصلش لكل ده، دي حاجة أنا بناشد فيها المسؤولين والمشرعين في مجلس الشعب إن هم لازم يهتموا بالنقطة دي، إن يكون زي ما بيكون في حاجة اسمها تحاليل في البداية للزوج والزوجة قبل الجواز، يكون في برضو تحاليل تكون نفسية للزوجين، ده شرط أساسي، ويكون في تأهيل للزواج، لأن بيبقى للأسف الشديد جدا إحنا بنلاقي إن كتير بيتجوزوا ومش عارفين إن الزوج اللي هي اتجوزته أو الزوجة، أنا مش بتكلم عن الزوج فقط، ممكن يكون الزوجة أيضا تكون هي عندها بعض الأمراض النفسية بتبدأ تطلع بعد كده فيما بعد في حياة الشخص مع أسرته ومع زوجته ومع أولاده. طبعا بالتالي الحياة هتبقى شبه مستحيلة، ده في حالة إن كمان لو الزوج بيرفض إن هو يتعالج أو مش مقتنع إن هو أصلا سايكوباتي أو مريض نفسي، لأن السايكوباتية ده مرض نفسي لازم نكون متفقين عليه. ده حقيقي. تمام. فأنا شايفة من وجهة نظري إن دي كبداية، إن إحنا بنتمنى إن المشرعين يعملوا ده فعلا، وإن الموضوع ده فعلا يتناقش في مجلس الشعب، إن لازم يكون في قانون بينزل كده قبل الزواج، لازم يكون في تحاليل نفسية، تعرض لدكتور أخصائي أو استشاري نفسي، ويكون في شهادة، مش شهادة بتتضرب ونروح نجيبها كده، لأ ما ينفعش، ويكون في تأهيل للزوجين، أي اتنين قبل الزواج لازم يكونوا مؤهلين، في دورات بتتعمل
تبع بقى وزارة الصحة، تبع وزارة التضامن، بس لازم يكون في إشراف من جهة مختصة على ده عشان نضمن سلامة الأسرة وسلامة المجتمع في النهاية. دي نقطة. مزبوط. النقطة الثانية بقى، لو خلاص حصل واللي احنا بقت المشكلة ان اوريدي الست اتجوزت حد خلاص للأسف الشديد سايكوباتي، او العكس الزوجة هي سايكوباتية او مسيطرة وبتحب نوع من السيطرة، فانا انصح ان هي لازم الزوجة او الزوج يقعدوا مع بعض ويتكلموا. لازم نقول ان احنا وصلنا لمرحلة كده مش حلوة مع بعض، الحياة ممكن تنهد، الأسرة هتقع، هتنهار، الأطفال هيتبهدلوا، فيا إما نقعد ونحاول نصلح بحكم من أهلي وحكم من أهلها اللي للأسف ما بقاش موجود حاليا دلوقتي للأسف الشديد، أو يكون في حد كبير في العيلة إن هو يقدر يعمل ده، أو لو في الكرة مثلا أو في النجوع بيبقى في كبير مثلا العمدة بتاعهم هو اللي بيعمل ده ويصلح ما بين الطرفين. لو فشل طبعا أنا مع أبغض الحلال عند الطلاق، عند الله الطلاق، يعني هو ابغض الحلال عند الله الطلاق وانا معاه، لان اكيد هو لا هيبقى سوي ولا هي هتبقى عايشه حياه سعيده ولا مستقره، واكيد برضو الاطفال او الابناء هيطلعوا برضو في اسره غير سويه، فهيكون افضل ليهم الف مره الانفصال، مع اني انا لا ارجح ده ولا ارشح ده، بس ده في أسوأ الحالات لو هي الزوجه حاولت كتير. وانا طبعا بنصح في البدايه ان لازم الزوجه تحاول مع الزوج، تحاول ان هي تصلح منه وتحاول تعرض عليه الموضوع بشكل هادي ان هو فعلا بيمر بازمه، مش لازم تقول انت مريض نفسي بقى وانت مجنون، انت عارفه طبعا ما حدش بيتقبل الوضع ده. أكيد. او ان هو ان حد يقول له انت مريض نفسي. أكيد. او انت محتاج تتعالج. هي تحاول حتى لو قدرت ان هي تقول له طب احنا الاثنين محتاجين نروح لحد متخصص عشان احنا عندنا مشكله، هي برضو الطريقه مهمه جدا في طريقه الكلام. فانا ممكن اقول لك انا تعبانه، ومش هقول لك انك انت اللي تعبان، لا يا سيدي انا اللي تعبان، ممكن انا وانت نروح نعرض نفسنا عند حد خبير استشاري اسري، بلاش مش هنروح لدكتور نفساني، هنروح لاستشاري علاقات زوجيه، هنروح لاخصائي نفسي، اخصائي اجتماعي، عشان احنا عندنا مشكله في حياتنا وممكن بالتالي ما نعرفش نكمل مع بعض. طيب اذا ده ما حصلش يا استاذه نور، ايه الضرر اللي ممكن يلحق الاسره وفيها زوج سايكوباتي؟ هل الاطفال يعني ممكن ابني او بنتي يطلع سايكوباتي اذا كان والده سايكوباتي مثلا؟ الو، شكرا استاذه نور السبكي استشاري اسري وتربوي، بشكرك. استاذ مدحت، كنت بسال استاذه نور دلوقتي، هل الطفل وجود زوج سايكوباتي في البيت ممكن اطفاله يطلعوا كده برضو؟ يعني انا قصدي في عامل وراثي؟ هي شواهد، يعني انا طول ما انا كطفل محتاج ان انا احتاج رعايه بشكل معين ومحتاج حب بشكل معين ومحتاج احتواء بشكل معين، ما لقيتوش ولقيت فيه اضطراب، طبعا اكيد ممكن اكون معرض بشكل كامل في اتصال. طب بشكرك استاذ مدحت جدا لتشريفك النهارده، بشكركم مشاهدينا لحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقات تانية جديده وستات.com. بشكركم والى اللقاء.